السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. مر 7 أيام من النهاردة، اليوم الثامن بعد فقس البيض اللي شفناه مع بعض في الفيديو اللي فات. وطبعا ده القشور بتاعت البيض اللي خرج منها الثعابين اللي كانت معانا في الفيديو اللي فات، وهي ثعابين أبو السيور. طبعا البيض هنا بقى عبارة عن شيء قشري بعد ما كان طري، وعبارة عن شيء مطاط بعد ما نشف بقى عبارة عن شيء قشري سهل جدا ان هو ينكسر زي ما حضراتكم شايفين. ولكن ده طبعا بعد خروج الثعابين منه والمواد السائلة اللي كانت موجودة جوه اللي كانت بترطب البيضة. نشوف بعد مرور اسبوع بالظبط طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا كل الثعابين الموجودة في العلبة غيرت الثوب بتاعها. وطبعا يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين الثوب هنا بيكون أكبر من الحجم الفعلي للثعبان نفسه، الثوب بيكون أطول وأضخم لأن هو بيعمل حساب إن هو أكل وجبة كبيرة، بيعمل حساب إن هو أكل وجبة ضخمة أضخم من جسمه، فلازم ان الثوب يكون بمقدار الوجبة دي واكبر منها. طبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين هما 6، ادي واحد هنا 2 3 4 5، 2 4 5 كده في ثعبان عندنا. بصوا يا جماعة التاني موجود فين، ده رقم 6. طبعا بما ان هو صغير جدا سهل جدا ان هو يتدارى في اي مكان، فاحنا ان شاء الله ننظف العلبة ونحاول نحط لهم طبق مية صغير. ونبدأ معاهم اول وجبة بإذن الله ونتابع مع حضراتكم إن شاء الله. نيجي هنا بقى لمرحلة التغذية. أول وجبة تقدم لثعابين أبو السيور بعد خروجها من البيضة وعمل مولت نزعت الثوب بتاعها، ودي أول وجبة تقدم ليها في الحياة بشكل عام. نتابع مع بعض إن شاء الله.